نعمل تاني وصفة من أول حلقة من حلقات أيرلندا اللي هي حلوة الكاسترد والتفاح. ومقادير الكاسترد 60 جرام نشا، 250 مللتر حليب، و100 جرام سكر. بالنسبة للتفاح، 4 تفاح هنقشره ونقطعه شرايح، 4 معلقة كبيرة عصير تفاح ورشة قرفة. هنحط الأول التفاح على النار، نحط عصير التفاح وبعدين التفاح نفسه والقرفة، وهنسيبه على نار هادية لحد التفاح ما يبقى طري شوية. احنا عايزينه يستوي شوية بس يفضل ماسك نفسه. ودلوقتي هنبتدي نعمل الكاسترد. نحط اللبن على النار، هنحط النشا مع اللبن مع السكر، أنا أسفة، ونقلبهم مع بعض، واللبن بيغلي دلوقتي. هنقدر نضيف النشا والسكر للبن ونقلب لحد ما تبتدي تدخل. التفاح زي ما احنا شايفين طري بس لسه محافظ على شكله. وهنجيب الكاسات اللي هنقدم فيها، هنحط التفاح ونحطه فوق التفاح.